أنا عايزة أروح معاكم إلى الهرم. الأهرامات المصرية هتفضل على مدى التاريخ سر، ويعني وسر من الأسرار اللي بينتبه ليها العالم، وأيضا علماء التاريخ وعلماء الأثريين بالذات تحديدا في كل دول العالم، اللي بيشتغلوا في الإيجيبتولوجي، اللي بيشتغلوا على الحاجات الخاصة بمصر، ناس كتير يعني طول الوقت بتبحث في هذه الأشياء. هنلاقي دلوقتي العالم كله بيبحث ويدور في أسرار أهرامات الجيزة، ودايما بتعتبر ان هي زي ما احنا عارفين هي من عجائب الدنيا السبعة وعجائب العالم نفسها من سنين طويلة. وطول الوقت بنلاقي انه العالم بيحاول يقدم نظريات لطبيعة الأهرامات، حقيقة الأهرامات، سبب الأهرامات، مين بنى الأهرامات، وجود الأهرامات، يعني هتفضل الكلام ده طول الوقت في بحث. هل هي تساؤلات اللي دايما يقولوها، هل هي مقابر يعني معمولة بالصورة وفيها فائقة التكنولوجيا؟ هل هي إبداع إنساني؟ يعني الإنسان هو اللي عملها، ليها علاقة بالطاقة نفسها؟ في كمان مراكز بتواصل فكرة الطاقة وإن هي ليها تواصل مع الأرض ومع الكواكب التانية. سنة 1898 كان في كتاب اسمه، الكتاب ده كان اسمه محطات طاقة الجيزة، وكان الكتاب 98، وكان الكتاب ده مهندس اسمه كريستوفر دين. كريستوفر كان بيقول فكرة انه الهرم، او بينتقد انه الهرم ما هو الا مقبرة، يعني هو شايف ان الهرم ده عبارة عن مقبرة، شايفين صورة الكتاب، وطرح تصورات لوظائف تانية أهمها للأهرامات من منطلق أنه التصميم نفسه وشكله، وأنه في ثلاث غرف موجودة في الهرم الأكبر، وسر بناء غرفة الملك بالجرانيت الأحمر، وكمان نسب الفراغات اللي موجودة في البناء نفسه. وكمان في الموقع قال صدر كتاب جديد، يعني في ضمن السلسلة اللي بيكتبها، الكتاب اسمه الجيزة اتصال تسلا، وده برضو لنفس الكاتب كريستوفر دين، وطرح فيه نظريات انه حول انه الأهرامات وخصوصا الهرم الأكبر هي محطة طاقة كونية، يعني انها بتعمل طاقة كبيرة من نوع كبير. وقال انه وده وفقا لنظرية تسلا. والكتاب الحقيقة هيبقى مطروح بشكل أكبر وتعليقات كتير من أول 2024. أنا عايزة أقول لحضراتكم إنه في ناس كتير بتيجي من العالم متابعة مسألة الطاقة، يقول لك إيه، أنا عايزة أروح الأهرامات أشحن طاقتي، ويقعد في منطقة الأهرامات وتحديدا عند الهرم خوفو. وفي ناس بتطالب إنها تدخل جوه الهرم بس إنها تشحن طاقتها. مصداقية هذا الكلام، خلينا نعمل هذه المداخلة مع دكتور محمود المحمدي، عضو اتحاد الأثريين. مساء الخير دكتور محمود. مساء الخير يا أستاذ شفقي، سعيد جدا بتواجدي مع حضرتك النهاردة، وتحياتي للسادة المشاهدين. دكتور محمود، هذا الكلام اللي كتبه كريستوفر دين، سواء الكتاب الأول أو الكتاب الثاني، رأي حضرتك؟ هو احنا عايزين نقول له يعني هات برهانك إن كنت صادق. فيظل الهرم خوفو أو أهرامات الجيزة يثير خيال العلماء والباحثين، بل ربما سيظل تحتفظ تلك الأهرامات بأسرارها وطلاسمها حتى نهاية الكون. أطروحات كتير بيتكلموا عن بناء الأهرامات، أطروحات كتير بيقولوا إشاعات وأسرار، بيقولوا كل واحد عايز يبحث عن الشهرة بيربط اسمه باسم الأهرامات. طيب هل حضرتك موجود عند، احنا عندنا 128 هرم موجود في مصر، هل يبقى احنا عندنا كده 128 محطة توليد للطاقة الكهربائية؟ طيب حضرتك هو عايز يوصل لنا ايه؟ عايز يوصل لنا اللي الأهرامات دي تم بنائها عن طريق المصريين، ولا تم بنائها حسب التيارات السائدة اللي بتقول التيار الفولكلوري اللي هو أساطير أو مخلوقات أسطورية هي اللي بنت الأهرامات، أو التيار الثاني المرتبط بالعهد القديم اللي بيقول إن اللي بنى الأهرامات سيدنا يوسف، أو التيار الثالث التيار الفلكي اللي هو ارتبط بناء الأهرامات بقارة أطلانتس اللي جه واحد اسمه رع طه سنة في 10500 قبل الميلاد،
وبنى الاهرامات وحط سر بناء الاهرامات تحت تحت ابو الهول. طيب التيار الرابع اللي هو التيار العلمي او الاثر الرسمي اللي بيقول ان بنى الاهرامات هم قدماء المصريين، والاهرامات ما هي الا مقابر كانت تم بنائها لارتباط الملوك في هذه الفترة بعبادة الشمس نظرا للنظريات الخلقية التي تبنتها الديانة المصرية القديمة، ونظرية إنشاء الخلق اللي هي خاصة بمنطقة هليوبلس اللي بتستطرد إن الكون كان عبارة عن ماء ظهر منه الأرض على قمة من مثلثة بتشبه الأرض المائية، كما ارتبطت فكرة الهرم بسقوط أشعة الشمس على الأرض اللي بتعطي ضوءها على شكل هرمي. بيلاقي كمان عندنا إن السر وراء جعل الأهرامات كعجائب عجيبة من عجائب الدنيا السبع، إن بيلاقي إن الهرم الأكبر موجود عندنا في أكثر من 2,300,000 حجر يتراوح وزنه من بين 2 طن ل 15 طن، عندنا عدد ارتفاع الهرم 149 متر ربطوه مع ارتفاع المسافه اللي موجوده بين الشمس والارض اللي هي 149 مليون كيلو متر. بيقولوا كمان ان مركز الهرم هو منتصف القارات الخمس، وممر الهرم بيشبه النجم القطبي الشمالي، والدهاليز الداخليه للهرم بتشير الى النجم الشاعري اليمنيه. لكن بنقول عندنا ان الاهرامات تم بنائها بايدي المصريين، والدليل على ذلك لقينا عندنا في 2013 برديه اسمها برديه وادي الجرف بتقول عندنا ان في واحد اسمه ميرر اللي هو كان رئيس العمال في هذه المنطقه في منطقه بناء الاهرامات في الجيزه، بيقول اللي هو كان بيرقص فرقه من 40 عامل كانوا رايحين علشان يجيبوا بعض النحاس اللي هيساعدهم في تشكيل الادوات اللي كانوا بيستخدموها في من سيناء. بيقول ان تم بناء او تم ارسال هذه البعثه في العام 27 من حكم الملك خوفو، وده بيقول عندنا نظريه ثانيه ان الملك خوفو ما حكمش زي ما بيقول الاجانب وقالوا لنا اللي هو 23 سنه، لان خلال فتره 23 سنه لن يستطيع الانسان ان يبني هذه الاهرامات. طيب دكتور، طبعا كل كلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني اكيد كلام علمي ومهم، وهتفضل حقيقه الاهرامات الظاهر طول الوقت هي مثيره للجدل بالنسبه لكل الناس، هي فكره عدم تصديق بانه كان هناك انسان مصري قديم هو اللي بناها بشكل انساني. طيب معلومه انه بنسمع عن انه في يعني مجاميع كتيره أكيد خاصة أيضا سواء بالأثريين أو ناس أيضا متأثرة بهذه الكتب والنظريات بيجوا علشان يشحنوا طاقتهم هم، هل ده يعني في أي نوع من أنواع الصحة بالنسبة لهم؟ والله حضرتك أي طاقة روحانية موجودة في أي أماكن من الأماكن المتخصصة للعبادات الروحانية، يمكن اعتبار أن هذا المكان هو مكان للعبادة والذي كان يكون فيه روح الملك أو مكان لدفن الملك هو مكان روحاني، فبالنسبة له شحن للطاقة الروحانية فقط تغيير وليس شحن للطاقة الكهربائية أو طبعا المغناطيسية كما يدعي البعض. وهي فكرة برضو أنه هو بيبقى داخل مكان في من العظمة، مكان باقي على مدى آلاف السنين في مكانه لم يتغير شكله ولا حاله ولا وضعه، فبرضه ده بيدي للإنسان طاقة اللي هو يعني العظمة نفسها يعني. فأنا بتفق جدا مع الحالة دي. أنا بشكر حضرتك على كل هذه المعلومات، هيفضل وبتفق أنه هتفضل الأهرامات ومنطقة الأهرامات وكل هرم على حدة هي سر من الأسرار اللي هيكون فيها بحث سواء كريستوفر دين أو غيرهم من الأثريين اللي بيعملوا كتب وبيعملوا بحث كبيرة عن الأهرامات. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود المحمدي عضو اتحاد الأثريين.